انت ذكي ولا؟ طب سواء كنت عارف اجابة السؤال ده او ما انتش عارف اجابته، تعالى نتفرج على الفيديو ده مع بعض. الفيديو ده هيأكد لك اذا كنت عارف الاجابة، ولو ما كنتش عارفها هيعرفها لك. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده جايبين لكم اقصر اختبار ذكاء في العالم، وهو اختبار لطيف وخفيف ومكون من 3 اسئله بس. الاختبار ده اسمه كونجيتيف ريفليكشن تيست او CRT، اختبار الانحياز المعرفي. الاختبار ده متصمم سنه 2005 بواسطه عالم اسمه شين فريدريك، والاختبار ده بتستخدمه مجموعه كبيره من المؤسسات والمنظمات عشان تقدر تحكم على طريقه تفكير الاشخاص ومدى ذكائهم. بس قبل ما نبدا الفيديو ده، يا ريت لو ما انتش مشترك معانا في القناه تنزل تشترك من زرار الاشتراك الاحمر الموجود تحت، ويا ريت كمان تدعمنا بانك تعمل لايك ومشاركه للفيديو ده مع اصحابك. تمام، يبقى كده نجهز بقى ورقه وقلم ونبدا بقى الاختبار بتاعنا مع بعض. والطريقه هتكون كالتالي: هقول لك السؤال، وبعد كده هسيب لك مده 5 ثواني تفكر فيهم في اجابه السؤال وتكتبها، وبعد كده هروح قايل لك السؤال اللي بعده. تمام كده، نبدا مع بعض. السؤال الاول: لو معانا مضرب وكوره وسعرهم الاثنين مع بعض 1.1 دولار، لو عرفنا ان المضرب اغلى من الكوره ب1 دولار، يبقى هو ايه بقى سعر الكوره؟ السؤال الثاني: لو كان عندنا 5 آلات يقدروا ينتجوا 5 منتجات في 5 دقائق، ايه الوقت اللي هياخدوا 100 آلة عشان ينتجوا 100 منتج؟ السؤال الثالث: لو عندنا بحيرة موجود فيها مجموعة كبيرة من نباتات الزنبق، ونباتات الزنبق دي اللي ما يعرفهاش هي الموجودة قدامك في الصورة دي اللي بيقعد عليها الضفادع. المهم، لو كان عندنا بحيرة فيها مجموعة كبيرة من النباتات دي، وحجم النباتات دي بيتضاعف يوميا، وجينا بعد 48 يوم لقينا ان البحيرة دي اتملت تماما بالنباتات، ايه الوقت اللي هتستغرقه النباتات دي عشان تملى نص البحيرة؟ تمام، بعد بقى ما خلصت الإجابة على أسئلتك، سيب بقى القلم وتعالى شوف الإجابات معايا. إجابة السؤال الأولاني هي 10 سنت، ده سعر الكورة، وإجابة السؤال الثاني هو 100 دقيقة، عدد الدقائق اللي هتستخدمها ال 100 آلة عشان يطلعوا ال 100 منتج، وإجابة السؤال الثالث هو 24 يوم، الوقت اللي هتستغرقه النباتات دي في إنها تملى نص البحيرة. للأسف أنا ما جاوبتش ولا إجابة من دول. أنا جاوبت إجابات تانية خالص، بس كمان دي كانت اجابات ال 80% من الناس اللي جاوبوا الامتحان ده غلط. الاجابات الصحيحه اللي انا الحمد لله جاوبتها هي اللي هقولها لك دلوقتي. اجابه السؤال الاول: سعر الكوره 5 سنت، سعر المضرب 1 دولار و5 سنت. اجابه السؤال الثاني: 5 دقائق، ال 100 آلة عشان يطلعوا 100 منتج هيستغرقوا نفس الخمس دقائق بتوع الخمس آلات اللي بيطلعوا 5 منتجات. إجابة السؤال الثالث هي 47 يوم، هي دي المدة اللي هتكون نباتات الزنبق ملت فيها نص البحيرة. لو إجاباتك كانت زي إجاباتي أو كانت زي إجابات 80%، يا ريت تسيبها لنا تحت في التعليقات. ولو الفيديو ده عجبك، يا ريت ما تنساناش وتدعمنا وتعمل لايك وشير للفيديو ده. كمان لو ما كنتش مشترك معانا في القناة، يا ريت تنزل تشترك من زرار الاشتراك الأحمر الموجود تحت. ولو الفيديو ده عجبك وعايز تتفرج على فيديوهات أكتر من اللي بننزلها عندنا على القناة، يا ريت كمان تفعل زر الجرس. سلام.